في الصحافة الورقية اللي كان فيها هذا الحوار موجود. فيا ريت يعني كوسائل إعلام بقى بكل القنوات يبقى هذا الحوار موجود ويبقى فيه تفاعل بين الناس، عشان أقدر يعني بدل ما السوشيال ميديا بتؤثر فيها أنا أؤثر فيها، وده ممكن يحصل. بس احنا بنشوف طول الوقت كتائب الإخوان الإلكترونية تحديدا اللي بتستهدف الدولة بالإشاعات وبالأكاذيب، دول ممكن نوقفهم ازاي؟ نوقفهم ازاي؟ بان نعتمد اسلوب مكافحة الشائعات وليس الرد على الشائعات. مكافحة الشائعات، وده احنا يعني بنحاول يعني نؤسس ادارة بالشكل ده. الشائعات لها مواسم. مظبوط. الشائعات الاخوانية لها مواسم، يعني بداية المدارس هيبدأ يتكلم بقى عن الامراض والرسوم وكل ما يتعلق، بداية الشتاء، بداية الصيف، بداية المناسبات القومية، مؤتمر المناخ اللي جاي، فيبقى في تنبؤ بالشائعات، واننا يعني ننزل باكبر قدر من المعلومات اللي بتمنع ظهور يعني الإشاعة. الاشاعات بقدر الامكان. لكن بص، هما مش هيبطلوا. لا طبعا، هذه الكتائب الالكترونية هيفضلوا شغالين طول الوقت. وزمان كان جوبلز مدير الدعاية بتاع هتلر يقول لك اكذب ثم اكذب ثم اكذب قد يصدقك الناس. وعلى فكرة انا لو مسكت، وده ممكن يبقى له مجال اخر في الحديث، اسلوب الدعاية النازية الالمانية هي نفس اسلوب الدعاية الاخواني. ما صورة طفل الاصل اللي هو بقى يحطك امام عدة بدائل اجبارية. زي والله الاخوان اسوأ من النازيين. طبعا، زي مثلا ايه، انت قاعد هنا يعني اسلوب الدعاية يقول لك تشرب شاي ولا قهوة، فانا بفرض عليك بديل معين. طب ممكن انت عايز تشرب مشروب اخر ينسوه، لكن يعني ليه شاي ولا طبعا أهل. دي النظريه في ابسط صورها. لكن بيطوروا ادواتها وبيفعلوها بالشكل ده، وهم بقوا محترفين فيها. محترفين، وبعدين هم برضو بيعتمدوا على ان الناس بقت مشغوله وما عندهاش يعني وقت انها تدقق. لا، والظروف الاقتصاديه الحقيقه اللي ضاغطه على العالم كله وعلينا احنا كمان. بعدين بص، عايز اقول لك، فلسفة الاخوان المتاجرة بمشاكل وازمات الناس، وليس البحث عن حلول لازمات الناس. يعني هو بيتاجر بمشكلتك. مظبوط. يهدك ويقف على الانقاض كده يطول، لكن ابن حاجة اقف على اطول لا، ما يعرفش ده. ما يعرفش. هم سياستهم الهدم وليس البناء، اصطياد المشاكل. طول عمرهم اصطياد مشاكل. وبعدين الكذب ده جزء في تكوين هذه الجماعة منذ ظهر. واقول لك على سبيل المثال حادث المنشية بتاع جمال عبد الناصر، ظلت الجماعة تنفي هذا الحادث. بعد 25 يناير جه القرناوي في تسجيل موجود في الجزيرة اعترفوا، قال لك ده احنا اللي عملناه، ويعني واشاد باللي عمله هذا العمل. اكبر كتاب عن التعذيب في تاريخ الاخوان كان حياتي بتاع زينب الغزالي، وقعدت تحكي فيه حكايات اسطوريه عن تعذيبها، وكانوا بيعلقوها من رجليها ويدخلوا عليها 40 كلب كده ينهشوها وبيضربوها بالسياط وبيحطها في برك ميه وبتاع. طيب بعد 25 يناير قال لك لا، ده مش تأليف، ده تأليف الراجل اللي موجود بره بتاع التمويل ده اللي بيمول الاخوان، اسمه ايه اللي بتاع البنك، يوسف ندى. قال لك انا اللي مؤلف الكتاب ده وانا اللي جبت ناس وحاجات. طب ليه بتعمل كده؟ قال لك اذا كان الكذب بيوصلنا لاهدافنا فده مباح، اي حاجه عنده مباح، زي الاكاذيب اللي كان بيقولها الراجل اللي اسمه ايه ده، قيادات الاخوان بعد 25 الكذب في كذب في كذب في كذب، فده جزء من 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 المنهج. فطبعا انت تقاوم الكذب ده ازاي؟ انت بتعمل اللي عليك قدر كبير من المعلومات، لكن توضح للناس ان دول يعني هم اكاذيب لن تنتهي.